سلم محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة عقود التجمع التنموي في منطقة خشب القادة، وذلك بوسط سيناء على المنتفعين، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وذكرى تحرير سيناء. وبلغت تكلفة إنشاء 10 تجمعات تنموية متكاملة نحو 4 مليارات و57 مليون جنيه. وفي المرحلة الأولى تم تسليم عقود التجمع التنموي بخشم القاد إلى 39 مواطنا، بينما سيتم تسليم باقي المواطنين بالتجمع 39 منزلا كمرحلة ثانية، وذلك بعد 10 أيام من تاريخ التسليم الأول. السيد رئيس الوزراء صدر من حوالي 4-5 شهور على إدخال الكهرباء للتجمعات، وراح جاي مطلع في نفس اليوم اللي صدر فيه 100 مليون جنيه لصالح هذا الموضوع، وهيعاقبهم 100 مليون تاني. يعني التكلفة بتاعت الأبار حوالي 200 وحاجة، فطلع هو تصديق ب 100، والتصديق التاني إن شاء الله هيطلع بس لما يخلص ال 100 مليون الأولانيين. إن شاء الله هنحضرها وسينا إن شاء الله في قلوبنا إن شاء الله. قدمت في التجمعات التنموية لسينا، والنهارده مضيت العقد وقلت كل ملاحظاتي، وإن شاء الله بإذن الله يكون فتح خير. وده طبعا مشروع دولة، يعني كل السبل متوفرة إن الواحد ينجح إن شاء الله بإذن الله.